برضو يعني خلينا نقول شق تاني كده لو تاخد رأيي بقى في الحتة دي. أنا عاجبني جدا طبعا يعني القصة هنا المكسب، ولكن الأكتر من المكسب اللي عاجبني حقيقي يعني هو فكرة الفوز، لا هو العودة زي ما أنت قلت يا كريم لصدارة الدوري، وإن أنت كمان خلاص كملت النجاح الإفريقي وكمان العالمي، إنك تحقق بعد ما كسبنا كمان الميدالية البرونزية في المباراة طبعا كانت قوية جدا أمام الهلال السعودي، قبلها الفوز على مونتاري المكسيكي اللي كان الفوز غير متوقع بقول طبعا محمد هاني، واللي اتحقق في ظروف برضو هنرجع نقول كانت صعبه جدا، ابرزها طبعا كان يعني غياب كل اللاعبين الدوليين عن اول مباراه في كاس العالم للانديه، واكثر كمان من لاعب مؤثر في مباراه بالميراس اللي خسرناها للاسف الشديد في الدور قبل النهائي، وكمان اول انطلاقه في دوري ابطال افريقيا اللي كان بتعادل مع الهلال السوداني كمان يا كريم على ملعبه في السودان، يعني كلها مباريات قويه وهامه، عشان كده احنا بنقول ان الفوز على المقاصه ليه طبعا مكاسب كتيره جدا، خصوصا قبل كمان مباراه سان داونز بقى المرتقبه في الجوله الثانيه من دوري ابطال افريقيا، والمباراه بقى دي لو هنرجع او هنتكلم تحديدا هنا ليها اكيد اهميه كبيره جدا طبعا. لان فريق سان داونز خسر من الاهلي في اخر نسختين من دوري الابطال، واكيد هو هيبقى عايز يسجل بقى حضور قوي، خصوصا برضو ان المباراه هتكون في القاهره، فزي ما بيتقال كده ده لقاء مرتقب وده الناس كانت بتتكلم ان هو ده يعني او دي المواجهه الاصعب في المجموعه بتاعتنا، بس برضو هنرجع نقول تاني مفيش حاجه اسمها مواجهه اسهل واصعب، كل المباريات مهمه، السودان كانت ناس كتيره جدا متوقعه الفوز فيها كمان من يمكن الدقائق الاولى لكن ده ما حصلش، فخلينا نشوف حاجه حاجه يعني خلينا نمشي خطوه خطوه كده ونشوف ايه اللي هيحصل، بس في الاول وفي الاخر اكيد احنا واثقين في موسيماني واثقين في الفريق كله، فبالتوفيق ان شاء الله.